بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف المصري، السادة الأصحاب الفضيلة والعلم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من عظيم الشرف لنا أن نكون بينكم في هذا اللقاء الهام وفي هذا البلد العامر بتاريخه وحضارته. ويأتي هذا المؤتمر 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الكريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان مهم وحساس، وهو حوار الأديان والثقافات، حيث يأتي هذا الملتقى في ظل توجه حكماء المسلمين من قادة وعلماء في كافة أرجاء الدنيا لصياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإهلال لغة الحوار والبناء محل التعصب والشقاق. وكما تعلمون أيها الفضلاء الكرام، فإن الحوار دوما هو المفتاح السحري لحل مشاكل الأمم وآثاراتها وانطلاقها نحو أفق مليئهم التقدم والتطور والتعايش على أساس الاحترام الآخر والمنفعة المتبادلة بين جميع الأطياف، بما يعود بالخير والتقدم على المستوى الأمم والأوطان. سادة الحضور الكرام، إن ديننا الإسلامي هو الدين التسامح والحوار والمحبة والسلام، وهو عقيدة قوية تضم الجميع، الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية. والسلام في الإسلام مبدأ من مبادئ التي عمق الإسلام في نفوس المسلمين لغيرهم. إن للسلام العالمي شأنا عظيما في الإسلام، فما كان أمرا شخصيا ولا هدفا قوميا أو وطنيا، بل كان عالميا وشموليا. والسلام والحوار هما الأصلان اللذان يجب أن يقود العلاقات بين الناس جميعا. السادة الكرام، إن الله عز وجل، المولى عز وجل، لم يخلق الإنسان يتعادوا أو يتناحروا أو يستعبد بعضهم بعضا، وإنما خلقهم ليتعارفوا ويساندوا بعضهم بعضا، كما يقول سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام يدعو إلى الاستقرار الناس جميعا. إن أثر الإسلام في تحقيق السلام العالمي يتجلى في تعزيز التعايش السلمي وإشاعة التراحم بين الناس، ونبذ العنف والتطرف بكل صوره ومظاهره، وكذلك نشر ثقافة الحوار الهادفة لبني الإنسان، لبني الأديان وثقافات، لمواجهة المشكلات وتحقيق السلام بين المكونات والمجتمعات الإنسانية كلها، وجعل الحياة البشرية أكثر استقرارا ومتعة ورفاهية. تحقيق الأمن الإنساني والتأكيد على الإنسان الأهم ما في الأرض. أنا آتي من دولة البلقانية في وسط أوروبا، الألبانيا. طبعا نحن كالألبانيين هناك كالأغلبية المسلمة والطوائف الدينية الأخرى، هناك الحوار والتعايش فيما بيننا، ونحن نموذجا كالمسلمون والباقي هناك، والأوروبيون يتخذون لنا نموذجا في هذه التعايش والحوار في بين الأديان وبين الناس جميعا. مثلا أريد أن أكرر، طبعا يعني لكل دولة من الدول له دور كبير في هذا المجال، وفي هذه الأيام أمام التحديات كبيرة وكثيرة، يعني اتجاه الناس جميعا وبصفة خاصة للمسلمين. نحن نعلم جميعا أن الإسلام هو الدين الصحيح، ينبغي لنا أن نظهر هذه القيم الأخلاقية والإنسانية للناس جميعا عشان يكسبوا الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. الإخوة والأخوات،
أريد أن أثمن بصفة خاصة هناك يعني الدور الكبير للوزارة الأوقاف المصرية في كل زمان ومكان بتوجيهاتهم المثمنة اتجاه الناس جميعا سواء في مصر أو الآخرين ودعمهم لكل الناس جميعا في مجال الحوار والتعددية والتعايش بين الناس جميعا. وأثمن كمان دور الشيخ الأزهر الشريف الاتفاق فيما أقيم في أبو ظبي التوكيل الأخوة الإنسانية بين الشيخ الأزهر والبابا فرانسيسكو. وفي نفس الوقت أريد أن أثمن دور الوثيقة المكة المكرمة المنظمة الرابطة العالم الإسلامي وهي مثمنة جدا. هناك حضروا كثير من الشخصيات والمفتيون والعلماء والمفكرون في هذا المؤتمر العظيم في بيت الحرم. وفي الأخير أريد أن أشكر الجميع وشكرا جزيلا لدعوتكم سيادة الوزير. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.